السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اعزائي في قناه الاهلي موجودين معاكم باستمرار، برحب بحضراتكم طبعا استكمالا لفقرات استاد الاهلي. بنكمل معاكم طبعا وبنستضيف نجومنا الكبار، سواء بقى الجيل القديم للنادي الاهلي او الجيل الحديث، دائما نجوم النادي الاهلي مرحبين بيهم طبعا في قناتهم، قناه النادي الاهلي، وهي بيتهم طبعا اكيد باستمرار ما نستمتع بوجودهم. خليني قبل طبعا اروح واستقبل ضيفي الكبير، اعزي في البدايه الكابتن احمد رفعت، ربنا يرحمه طبعا، توفاه الله النهارده، فبالتالي لازم نعزيه نجم كبير من نجوم نادي الزمالك، واحد من الشخصيات المحترمه، اولاده طبعا اصدقاء لينا سواء كابتن خالد او ميدو، كل الرحمه ونور عليه، واحد من نجوم مصر الكبار، فبالتالي واحنا من هنا من قناه النادي الاهلي نحب طبعا نعزي اسره الفقيد الكابتن احمد رفعت. يعني ده حاجه لازم كنا نبتدي بيها، ده الواجب العزاء وتقديرا لهذا الرجل، الرجل المميز في مجال الرياضه. خليني طبعا قبل ما ايضا، ويمكن ده صوره طبعا كابتن احمد رفعت نجمنا الكبير، كان ليه اراء ويعني من الشخصيات اللي كانت محترمه ودائما يعني كان متواجد بارائه، متواجدا كمان في نادي الزمالك، وكان مدي عمره بشكل كبير لنادي الزمالك، كلنا كنا متابعين هذا الرجل اكيد، ده واحنا بنتكلم عليه زي يعني دايما الوفاء موجود في الرياضه، سواء بقى كنا بنشجع اهلي، بنشجع زمالك، بنشجع مصر، بنشجع اسماعيلي، كل دول كانوا نجوم مصر بيخدموا مصر باي شكل من الاشكال. طبعا احنا بنطمن على فريقنا دائما باستمرار من خلال استاد الاهلي لمباراه قادمه، مباراه قادمه امام طنطا ان شاء الله يوم الجمعه، هتكون امام يعني فريق قوي، فريق عنيد، يعني لازم طبعا الثلاث نقاط مهمين بالنسبه لنا حتى ان شاء الله نتربع على قمه الدوري، وزي ما احنا شايفين الدوري قوي. شوف النهارده المصري امام الداخليه بيتعادل تعادل ايجابي 1-1، وايضا طلاع الجيش امام الرجاء بيفوز، طلاع الجيش 2-1، وامبي بيفوز على الانتاج الحربي 1-0. زي ما بقول لكم الدوري الممتاز السنه دي فيه فرق كتير قوي بتحاول او بتتطلع انها تبقى موجوده بشكل قوي. امبي حتى الان 2-0 حتى الان، لان المباراه لسه شغاله، مباراه امبي والانتاج الحربي. يا رب كل التوفيق لفريقنا ان شاء الله في المباراه القادمه من طنطا، حتى ان شاء الله لاول مره بعد حصوله على ثلاث نقاط في ظل طبعا مباراه صعبه للاسماعيلي امام الزمالك، ان احنا نبقى متواجدين في المركز الاول لاول مره، ويتبقى لنا مباراتين مؤجلتين هما النصر ثم المقاولون العرب. ان شاء الله كل التوفيق لفريقنا. لازم اروح ارحب بقى بضيفي الكبير، نجم من نجوم النادي الاهلي، عطاء كبير داخل الجدران الحمراء او الكيان الاحمر، كيان النادي الاهلي، كابتن شوقي عبد الشافي، نجم مصر ونجم النادي الاهلي. كابتن شوقي برحب بيك لاول مره في قناه الاهلي، ودي حاجه انا سعيد بيها ان حضرتك اخترتني ان انا ابقى متواجد في الحوار معاك كابتن. اهلا بيك يا محمد، كل سنه وانت طيب. وطبعا في البدايه بعزي برضو كابتن احمد رفعت، لان احنا تزامنا في منتخب مدارس مصر سنه 63. واحمد رفعت من الشخصيات المحترمه اللي كان له وضع، فانا بعزيه وبعزي اسرته وبعزي نادي الزمالك وبعزي الرياضيين كلها في مصر طبعا كابتن. وفي نفس الوقت ببارك لمجلس اداره النادي الاهلي الجديد، واتمنى له كل التوفيق ان شاء الله، ربنا يوفقهم ويكملوا المسيره اللي دايما الاجيال بتتعاقب وبتكمل، كل جيل بيكمل اللي بعديه، او كل مجلس اداره بيجي بيكمل اللي قبله. فانا ببارك له، ببارك لمجلس اداره النادي الاهلي بقياده الكابتن محمود الخطيب، واتمنى لهم كل توفيق ان شاء الله. حقيقي احنا كابتن بضم صوتي لحضرتك ان الجيل بيكمل جيل، واكيد طبعًا. مجلس بيكمل مجلس ان شاء الله، في هدف ان احنا نبقى دائما النادي الاهلي في المقدمه. كابتن شوقي عطاء كبير داخل النادي الاهلي سواء كلاعب او ك الشغل الاداري او الفني داخل النادي الاهلي، وده حاجه محترمه. حضرتك كمان غير كده معلمنا في التدريب، ودائما بنستفاد منك في جزئيه المحاضرات في اللانسز A والبي والسي، فدي حاجه بنسعد بيها دائما. شكرا جزيلا. تعلم المبادئ طبعا، ربنا يكرمك. وحضرتك كنت ضابط الجيش، فدايما كنت بتدينا دايما التعليمات، حتى واحنا ربنا يخليك في المحاضرات كنت دايما جزء اعتزازك بالقوات المسلحه. طبعا 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 نورنا وشرفنا كابتن. خلينا نبتدي معاك كابتن، و الاكاديميات بشكل عام في النادي الاهلي كان استكمالا برضو، احنا بنكمل بنقول ان كل واحد بيكمل. كابتن شوقي ابتدى مع اكاديميه النادي الاهلي بشكل مش ابتدى يعني، هو كان مسؤول عنها في وقت من الاوقات، جزئيه ان احنا بنطورها دايما، فكره ان يبقى عندنا فرع من فروع في الكويت، دي حاجه في حد ذاتها كانت فكره جميله، بتطلع بره باسم النادي الاهلي، دي كانت حاجه مميزه طبعا. عن طريق كابتن شوقي كمدرب كبير في النادي الاهلي، حصل
مع النادي الاهلي بطولات، فبالتالي دي حاجه مميزه. خلينا نتكلم كابتن من البدايه بقى، كابتن شوقي ومجال التدريب مع النادي الاهلي وبطولاته مع النادي الاهلي في مجال التدريب ايضا كابتن. هو طبعا احنا الجيل بتاعنا الحقيقه احنا كلنا كنا منتخب مدارس الاول سنه 63 بدري قوي طبعا، الناس هتعرف دلوقتي سننا وهنبقى عجزنا وتبقى شغلنا يعني 63 فلما رجعنا سنه 64 يعني من انا ابتديت العب 64، وتقريبا كنت من اصغر اللعيبه اللي لعبت في الدرجه الاولى سنه 64، وبعدين دخلنا الكليه الحربيه سنه 64 بقى كانت مجموعه لعيبه كبيره طبعا، كان من النادي الاهلي النادي الاهلي كان كابتن عصام عبد المنعم، كابتن مصطفى عبد الله، وكان كابتن محمد زازا الله يرحمه، كابتن علو مطر برضو الله يرحمه، كنا حوالي خمسه من لعيبه النادي الاهلي موجودين في المنتخب المدارس سنه 63. كان من نادي الزمالك بقى كان في الجوهر الكبير وكابتن احمد رفعت، كابتن فاروق السيد ربنا يشفيه، كان في من اسكندريه الكابتن البوري والكابتن البحر جسور، المجموعه الحقيقه وعز الدين يعقوب، المجموعه دي كلها رجعت لعبت منتخب لعبت انديتها دوري ممتاز. بعد كده في الكليه الحربيه، وبعدين ابتديت بقى في كل مراحل قطاع الناشئين الدرجه الاولى الدرجه الاولى طبعا انا كان حظي كويس ان انا زملت مجموعه نجوم كبار قوي يعني. انا لعبت مع كابتن صالح كابتن رفعت والكابتن طه والشربيني ومروان كنفاني ويعني مجموعه كبيره جدا من اللعيبه، الكابتن عزت البروس كابتن الجوهري محمود الجوهري، كل دول انا لعبت معهم. وكان زمايلي في الكليه الحربيه كان كابتن طه وكابتن الشربيني وكابتن كمال عثمان كابتن علي محسن الزمالك، فالجيل ده الحقيقه كمان برضو اثر فيه حرب 67. الجيل ده اتظلم يا طبعا اتظلم حوالي جيلين ثلاثه اتظلم، بس انا رجعت لعبت تاني بقى في السبعينات ولعبت منتخب مصر برضو في السبعينات، وكملت بعد كده في مجال التدريب الحمد لله برضو حصلنا على بطولات كاس مصر مرتين وبطوله افريقيا ودوري عام، يعني الحمد لله قدرنا نحقق يعني المرتين اللي انا مسكت النادي الاهلي مرتين، مره بعد كاس العالم سنه 91 وسنه 93 94. في المرتين الحمد لله ربنا كرمنا بالبطولات. وبرده انا هنا برده عايز اقول انه ما فيش حد من اولاد النادي الاهلي مسك الفريق الاول ما عملش انجازات. ده حاجه جميله. كل الناس عملت بطولات وكل الناس لعيبه ناشئين، يعني الحقيقه النادي الاهلي فعلا في الرياده في كل حاجه. وكانت الاجيال بتطلع اللعيبه بتطلع من تحت 20 سنه بيطلع اكتر من 7 8 لعيبه بيلعبوا في الفريق الاول، وبقيه اللعيبه بتلعب في الانديه الممتازه في الدوري الممتاز. كابتن بتشوف اللعب في النادي الاهلي هو الاصعب كلاعب ولا كمدرب؟ لا هما الاثنين فيهم صعوبه، ما تقدرش تقول اللاعب بس، لان الاثنين اصلهم عليهم ضغوط كتيره جدا. الضغط الاعلامي والجماهيري فالاثنين دول موجودين، عشان كده كمان في بعض اللعيبه اللي بتيجي النادي الاهلي ما بتقدرش تستحمل الضغوط دي، الناس بتستغرب يعني بيبقى نجم في فرقته وبعدين يجي النادي الاهلي ما بيأديش بالصوره الكبيره، لانه ما هي دي الحته اللي احنا بنتكلم عليها اللي هي روح النادي الاهلي والتعليم اللي بعض الناس ما كانتش فاهمه يعني ايه مبادئ ويعني ايه تعليم والكلام ده كله. للاسف الشديد روح النادي الاهلي وانك انت تبقى متربي في النادي الاهلي، لانك انت من صغرك متعود على انك انت بتكسب، انت بتلعب دايما على المكسب، بتلعب على المركز الاول، ما بتلعبش على المركز الثاني، واي مركز ثاني بالنسبه لك ما هواش بالصوره الكبيره اللي موجوده. فدي من ضمن الحاجات طبعا بجانب انك انت بتكسب بالفير بلاي، ما بتكسبش باي اي اي صوره ثانيه يعني بالشكل الحلو بالاداء الجيد. ومعظم لعيبه مصر بتتمنى انها تلعب في النادي الاهلي طبعا بدون ذكر اسامي، احنا زميلنا اجيال كتيره كلهم كانوا بيتمنوا انهم يجي النادي الاهلي. هو معاكم كابتن في مثلا في معسكرات منتخب يقول على طول كله نفسه يلعب في النادي الاهلي، لانه النادي الاهلي الحقيقه مش بس في الكوره في الاداره والمسل العليا موجوده كانت، والنماذج الكبيره بتاعت اللعيبه الكبيره كانت كلها حاجات ممتازه جدا الحقيقه. لكن كمدرب بقى كابتن؟ كمدرب انا الحقيقه برضو مسكت ثلاث اجيال الحمد لله، يعني عدد كبير منهم لعب في الفريق الاول، يعني مثلا الجيل الاولاني كان الجيل بتاع طاهر ابو زيد وعلاء ميهوب ومحمد حشيش
مجموعه كبيره من اسامه عباس، دي مجموعه اول مجموعه، وبعدين المجموعه الثانيه الجيل الثاني اللي كان فيه محمد عبد الجليل وعادل عبد الرحمن و كان في مين من الاسامي طبعا الجيل كان في لا طارق بعديهم، انما في الجيل الاولاني خالص الاولاني اللي انا قلت لك عليه بتاع طارق ابو زيد، بعدين الجيل بتاع بدر رجب محمد السيد وحسام كابتن حسام انا ما مرنتوش الا في الفريق الاول انما كابتن زيزو هو اللي مرنه في الناشئين، انا مرنته في الفريق الاول. جيل بتاع بدر رجب ومحمد السيد وعاطف الاباني وحماده مرزوق دول ده كان، وشمس حامد وتيسير بدوي، كل ده كان جيل برضه ولعب درجه اولى. صحيح. بعدين الجيل الثالث اللي بعديهم جيل بقى محمد، الجيل الثالث بعديه محمد عبد الجليل كان وعادل عبد الرحمن وعمرو انور، برضه ده جيل ثاني. وبعدين الجيل الرابع بعد كده بقى سعيد العراقي واسامه محمود وجمال مساعد وعصام صلاح وتامر حفني وميدو، كل دول برضو مجموعه. فالاربع اجيال دول الحقيقه لعب منهم لعيبه كتيره في الدوري الممتاز. اللي انا عايز اقوله ان الناس كمان فاهمه ان النادي الاهلي بياخد من الانديه لعيبه، لا ده انت لما تمسك اللعيبه اللي لعبت الفريق الاول كان في التوقيت ده كابتن اكترته من القطاع كمان كله يعني انا فاكر كويس قوي الاجيال، يعني مثلا على سبيل المثال لما حصلت مشكله وكابتن جوهري خد الولاد وفندق السلام ولا يعني اتاخد من اتاخد فرقه 20 سنه و18 سنه كان ياما طارق خليل وحسام حسن في 18 سنه، وكان الجيل بتاع ال 20 سنه كان بقى فيه بدر رجب ومحمد السيد والمجموعه دي، فعملوا فرقه من الاثنين، وكان الكابتن هاني مصطفى ربنا برضو يشفيه ويعافيه ربنا يشفيه طبعا مسك الفرقه مع الكابتن جوهري وخدوا كاس مصر بالناشئين بتوعنا. اللي انا عايز اقوله انه انت مش كنت بس بتلعب في النادي الاهلي لعيبه، كانت اللعيبه بتطلع من عندك انت بتلعب في كل انديه مصر. صحيح. يعني 90 انت اللي كنت بتفرغ بشكل اكبر كابتن على لا عندي. وكان في لعيبه كتيره جدا، يعني مثلا في اسامي نجوم كبيره لما تيجي تفكر ما تصدقش ان دي كانت بتلعب في النادي الاهلي، وبعدين راحت مثلا الاسماعيلي راحت الزمالك وهكذا، فانت كنت بتفرخ وكان الناشئين يعني موجودين، كان كمان المدربين المصريين او المدربين الاجانب كانوا موجودين، كان دايما لان النادي الاهلي ما كانش عنده غير ملعب واحد بتلعب عليه ماتشات، فالماتشات دي كان مدربين كلها بتشوف الماتشات، فبالتالي انت بتشوف الاجيال المختلفه. دلوقتي الاجنبي بيجي ما عندوش حاجه شغل غير الشغل بتاع الملعب بتاعه ساعتين ثلاثه اللي بيمرن فيهم وبيروح. صحيح. عشان كده معظم المدربين المصريين اللي مسكوا النادي الاهلي، اي مدرب مصري مسك النادي الاهلي او اي حد من اولاد النادي الاهلي مسك النادي الاهلي لاعب ناشئين. ليه؟ لانه بيبقى عارف القطاعات تحت فيها ايه. انا عايز اخدك لظاهره كابتن، يمكن واحنا صغيرين كان المدربين او في قطاع اسامي كبيره يعني بدون ننسى اي اسامي، ولكن دائما كنا هم القدوه، هم كانوا بيعلمونا الحاجه اللي احنا ممكن نكون محتاجينها من النادي الاهلي. الامور دلوقتي بتشوفها ازاي برضه كابتن؟ والله هي الامور مرتبطه بالقائد اللي ماسك اللي بيختار المدربين، وبالتالي بيختار المدربين اللي هو شايف انهم مناسبين. كان زمان برضو برضو عشان ما نظلمش حد، كان زمان الاعداد مش كبيره المدربين، اعداد النجوم اللي لعبوا النادي الاهلي ما كانتش كبيره، وبعدين كان مجموعه منهم اللي بياخدوا دراسات، يعني احنا كنا الدراسات بناخدها غير ما انتوا بتاخدوها دلوقتي. يعني احنا كنا بنسافر وبندفع فلوس، وكان النادي ساعات بيساعد برضو انك انت تسافر تاخد دورات، وبالتالي بتبتدي تشتغل في النادي. دلوقتي الاعداد زادت جدا، المدربين زادت جدا، الاجيال زادت جدا، فبالتالي كله عايز يشتغل. طبعا هي برضو مرتبطه بانه لازم حد فني يبقى موجود عشان يختار المدرب، يعني ما يبقاش حد بس اكاديمي او نظري او صحيح. لازم يبقى في حد فني يقدر يختار المدرب الكويس اللي يقدر يكمل يعني. طبعا. والمدربين الموجودين اعتقد برضو في النادي الاهلي انه ما زلنا احنا الحمد لله عندنا احسن مدربين في كل حاجه يعني. طيب. فده ما فيش فيها يعني الفرص موجوده، بس يمكن الفرص قلت شويه، فالناس ابتدت تبتدي يبقى عندها طموح انه يمسك فريق اول او درجه اولى، والفرق زادت يعني. طيب
يعني معانا على الهاتف كابتن واحد من الناس اللي انت ذكرت اسمهم من الاجيال اللي انت دربتهم، كابتن بدر رجب مدير قطاع الناشئين بنادي الجزيره، خصوصا الجزيره بيلعب ريال مدريد دلوقتي كمان. كان كسبان الشوط الاول. كابتن بدر مساء الخير عليك. كابتن محمد ازيك؟ تحياتي ليك كابتن شوقي طبعا في ضيافتنا النهارده. تحياتي على كابتن شوقي استاذي ومعلمي ومدربي واخويا وكل حاجه في الدنيا. ربنا يخليك يا بدر. تحياتنا ليك كابتن بدر. ذكرياتك مع كابتن شوقي يعني وهو مدرب بقى، وكان بيقول لسه حالا انت واحد من الاجيال او الجيل بتاعك واحد من الاجيال اللي دربهم كابتن شوقي وصعدهم ولعبوا معاه يعني في الفريق الاول كمان ايضا. لا كابتن شوقي ده قصه كبيره ومدرب عظيم ومن الناس اللي ليها فضل كبير جدا في صعودنا للدرجه الاولى، يمكن هو وكابتن انور سلامه ليهم فضل كبير جدا في تخريج جيلين كاملين للدرجه الاولى في النادي الاهلي في ماتش الاهلي والزمالك. كابتن شوقي سبب من الاسباب الكبيره في صعدنا في الدرجه الاولى ولعبنا، كان اول ماتش لينا اهلي والزمالك، يعني هو مش بدري بس ده بدري والحضر السيد وفي الاباني وتاثير وعلاء عطارق ومجموعه كانت كبيره جدا. فيعني من الناس اللي لهم فضل كبير جدا علينا كابتن شوقي صراحه، يعني من الناس المؤدبين المحترمين. واحسن ميزه في الكابتن شوقي ان هو بيشتغل في طنطا. لا هو كابتن شوقي يعني حاجه معلم، ربنا يخليك معلم، دي حقيقه يعني. واحنا زي ما بقول لك كابتن معلش كابتن بدر انت اكيد درس لك اكيد قبل ما تسافر جزئيه طبعًا التدريب اكيد طبعا حضرت مع كابتن شوقي الجيلي والحمد لله، يعني كابتن شوقي علامه في مصر يعني. ربنا يخليك يا بدر، ربنا يخليك. تاريخ كبير جدا. انا بالنسبه لي يعني هو معلمي، انا بالنسبه لي يعني كابتن شوقي يعني معلمي سواء وانا بلعب او انا بدرب، يعني الحمد لله استفدت منه كتير. حتى لما كان بيدربنا انا كانت عيني على التدريب وانا بلعب، كنت بتعلم منه وبشوف توجيهات وبشوف الحاجات التريكات البسيطه اللي بيعملها، بشوف التكتيك البسيط اللي بيعمله، يعني كنت انا مش تملي، كنت بحضر نفسي. يمكن استفدت كتير جدا من كابتن شوقي صراحه يعني. طب كابتن شوقي ما يميز بقى كابتن بدر رجب وهو كان لاعب بقى؟ لا بدر رجب كان من اللعيبه اولا الممتازين جدا، يعني احنا عملت استحواذ ده قبل ما الناس كلها كانت تفكر فيه. يعني انا كان دايما كان بدر ومحمد سيد الحقيقه كانوا اثنين لعيبه كويسين قوي، بيمسكوا الكوره بشكل يعرف يمسك الكوره كويس. فكان احنا في اخر 10 دقائق ربع ساعه دي بقول له بدر امسك الكوره، خلاص خلصت القصه بالنسبه لي. وده كان موضوع الحقيقه لانه بدر كان مميز جدا. وبدر طبعا انا برضو كنت مسكت نادي الوحده في مكه وجبته معايا برضو في مكه. البدر من اللعيبه المميزين وكمان مدرب بلاي ميكر، وهو طبعا مدرب كويس لان هو مخلص في شغله حقيقي، ودايما المخلص في شغله ربنا بيكرمه يعني. هو انسان طيب وانسان كويس. وبعدين خد بالك يا محمد ان الكوره مش بس تدريب وكلام، من الكوره كمان فيها انك انت تبقى نيتك كويسه وتبقى انت بتتمنى الخير للناس. بدر من الناس دي، فدايما اللي بيتمنى الخير للناس دايما اللي بيفكر بطريقه كويسه. يعني الكوره زي ما هي الكوره رزق برضو يعني طبعاً. يعني زي ما هي فيها من ناحيه فنيه وناحيه دي عوامل كتيره جدا واسباب، بس كمان احد الاسباب الكويسه انك انت تبقى راجل شخصيتك متزنه، تبقى راجل مؤدب، تبقى راجل بتتعامل مع الناس باحترام. وبالتالي اللي كمان عاجبني في بدر الحقيقه انه عايز يتعلم باستمرار وتعلم الحقيقه من كل الناس اللي اشتغل معاهم. صحيح يعني هو من هو وان هو لعيب هو عمل شغل كويس قوي عامل شغل كويس في النادي الاهلي. كابتن بدر يعني طبعا كابتن شوقي يعني دي شهاده اكيد. بس كده بقى كله كده مجاملات وبتاع كده بقت مش انما بدر من المدربين الكويسين قوي، ربنا يكرمه ويوفقه. كابتن بدر انتهت فرصه وانت موجود معانا كده ومباراه الريال والجزيره، وانتهت طبعا بفوز الريال بالرغم ان الجزيره هو اللي هدف الاول، فبالتالي هارد لك يعني. واعتقد ان كانت مباراه مميزه لفريق الجزيره النهارده. والله يا كابتن اكثر حاجه اسعدتني يمكن كابتن شوقي يعني اداني اكثر من حقي، لكن انا اللي ساعدني جدا ان انا في خمسه من ولادي بالظبط انا كنت لسه هقول كانوا بيلعبوا في الدرجه الاولى بعيد عن بقى النتيجه وبعيد عن الماتش. طبعا الريال الطبيعي ان هو يكسب، لكن لما تبقى قاعد بتشوف نتاج شغلك نتاج وحصاد اللي انت زرعته، فدي بتهيألي بتعمل لك حاله من الفرحه والسعاده لما تشوف خمسه من ولادك بيلعبوا في الدرجه الاولى قدام ريال مدريد. فدي حاجه بالنسبه لي انا حاجه كبيره جدا جدا جدا. يمكن انا قلت التجربه اللي عملتها في النادي الاهلي انا نقلتها لنادي الجزيره. جميل. والحمد لله دلوقتي احنا بنحصد اللي زرعناه. انا بقالي 10 سنين في نادي الجزيره، الحمد لله ولادي دلوقتي
الاغلبيه العظمى كلهم في الدرجه الاولى والحمد لله. ما شاء الله عليك يا كابتن، لا ربنا يوفقك. وبشكر كل الناس اللي ساعدتني وعلى راسهم كابتن شرف عبد الشافي. طبعا انا مش بجامل على فكره، لا طبعا طبعا احنا بنستفاد منهم طبعا، يعني دول الخامات بتاعتنا كابتن بدر، فلازم نستفاد منهم بالشكل ما. طبعا بالتوفيق يا كابتن بدر، وهارد لك النهارده اللعب الجزيره اللي ولادك موجودين فيه النهارده، لكن طبعا بطوله العالم للانديه انت بتلعب ريال مدريد، فبالتالي يعني هارد لك، وان شاء الله اللي جاي افضل كابتن بدر لفريق الجزيره طبعا، وانت حضرتك واحد من مديري او المسؤولين في نادي الجزيره، قطاع ناشئين حاجه محترمه، واحد من ابناء النادي الاهلي طبعا موجود. كل سنه وانت طيب يا بدر وربنا يوفقك. يعني هو بيقوم برساله مهمه جدا من خلال ابناء النادي الاهلي في مكان تاني. اكيد اكيد. لا وانا انا 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 زرته في ابو ظبي الحقيقه، هو عامل شغل كويس قوي وشغل مميز، ونادي الجزيره من الانديه الكبيره اللي موجوده في ابو ظبي ان شاء الله. طيب خلينا كابتن اكلمك بقى على النادي الاهلي في التوقيت الحالي وكره القدم في النادي الاهلي. يعني بتشوف النادي الاهلي منذ بقى لنا سنتين ما شاء الله بنحصل على بطوله الدوري موسمين متتاليين، وايضا بنحاول نحافظ على اللقب للمره الثالثه وناخد النجمه الرابعه، يبقى 40 مره ان شاء الله. ان شاء الله. يعني شكل النادي الاهلي بغض النظر عن الهزيمه امام مصر المقاصه اللي احنا يجب نسيانها، وان انت تكمل بطوله الدوري اللي هي النفس الطويل زي ما احنا بنتكلم دايما. هو طبعا يعني النادي الاهلي ماشي كويس، مجموعه اللعيبه اللي موجودين كلهم يعتبروا من احسن المدربين الموجودين، من احسن اللعيبه اللي موجودين في مصر. الجهاز الفني على راسه كابتن حسام راجل عنده خبرات اكتسبها من خلال الفتره اللي فاتت. وانت موضوع الخساره دي وارد في كره القدم، بس خلينا بدون قطع كلامك، الناس اللي كانت بتتفرج على النادي الاهلي منذ بدايه الموسم والنتائج المميزه لم تتوقع ابدا، في ظل طبعا ايضا خلي بالك احنا كنا بنتكلم على نادي مصر المقاصه، كان يعني من اربع مباريات كان في المركز اللي قبل الاخير يا كابتن. بالاداء اللي كان فيه النادي الاهلي محدش كان يتوقع ابدا ان ممكن يحصل هزيمه هذا الموسم استكمالا للموسم السابق. هو خد بال حضرتك من حاجه، انك انت بقالك سنتين بتكسب وكل حاجه، بس المنافسه ما كانتش قويه، يعني الموسم اللي فات بالذات ما كانش فيه منافسه تقريبا، يعني انت فارق كتير قوي وبعيد قوي. الماتش بتاع المقاصه انت لو كنت كسبت الماتش ده كان برضو تقريبا انت كنت نهيت جزء كبير جدا من بطوله الدوري من دلوقتي، يعني كنت ارتحت بعد كده في الفترات اللي جايه، بس ده كلام وارد في كره القدم. طبعا انت عندك امكانيات كويسه، عندك فرقه بتلعب، وعندك دكه جامده جدا، وعندك بره كمان يا كابتن. ما هو ده اللي انا قصدي عليه، يعني حتى بره ال 18 عندك برضو لعيبه كويسه، لانك انت النادي الاهلي كل لعيبته نجوم، وكل لعيبته كلها لعيبه على مستوى عالي جدا، وبيبقى قاعد بره اثنين هدافين دوري واثنين منتخب مصر، يعني معظم اللعيبه اللي عندك على مستوى عالي، حتى عمليه الروتيشن نفسها ما بتاثرش كتير قوي في انك انت يعني انت عندك في اللعيبه بتلعب كل ثلاث ايام ماتش نظرا لظروف الكاس العالم والظروف بتاع السنه اللي فاتت والموسم الطويل بتاع السنه اللي فاتت، انما انت عندك عدد اللعيبه يعني مش موجود في اي حته، مش موجود في اي نادي في مصر. لانه يعني النهارده لما لعيب مميز في فرقه من الفرق بيبقى متعور او مصاب او مجهد او ما بيلعبش بتتاثر الفرقه طبعا. انما انت عندك البدائل موجوده والامكانيات موجوده مع خبره الجهاز الفني اللي موجود، كل دي عوامل مساعده كتيره جدا خليتك انت دايما في المقدمه. طب بتشوف الاسباب مثلا هزيمه مباراه المقاصه من وجهه نظر كابتن شوقي وخبراته الكبيره في الكوره كابتن؟ بص هي طبعا فيها في باد لك فيها، انما الملحوظه اللي كانت موجوده ما كانتش موجوده قبل كده الحقيقه، انا خدت بالي منها ان انا شفت لعيبه كتيره في الملعب بتشوح لبعض، ودي ما كانتش موجوده خالص في الفتره اللي فاتت خالص، يعني دايما اللوم في الملعب لما اللعيب حتى يبقى بيلوم لعيب زميله عشان حصل حاجه في الملعب او ما بصلوش كوره او في اخطاء او بتاع ده، دايما التاني بيسقف بيقول له هارد لاك بيشجعه مش بيلومه. الحقيقه المره اللي فاتت دي انا حسيت ان في حاجه في الملعب يعني بتشوفها ان هو المفروض يكون المفروض ما تبقاش كده او حاميه كابتن بالظبط، يعني المفروض تبقى حاميه ما تبقاش لا يعني احنا دايما حتى انت بتكلم اللعيب لانك انت من النهارده انت اللي ما بصيتليش وانا زعقت لك اللي بعدها انت مش هتبصيلها زعق لك، فهي يعني هو ده
انت لازم يبقى في تركيز في الملعب انك انت تعمل بس ده. وبعدين الحاجه الثانيه انت كان في بدلك، انت في كورتين في العارضه او واحده في الايمن واحده في العارضه، انت رحت كتير وضيعت جوان كتير برده بالنسبه لك. في كورتين لعبد الله سعيد مش بس عبد الله، يعني الواحد مش عايز يذكر اسامي، انما في فرص كتيره ضاعت. انت تبقى قلقان امتى؟ لو انت ما بتوصلش، انت بتوصل وبتضيع. بس انت يعني برضو اكيد في مشكله في الجزء الدفاعي، يعني اعتقد حسام البدري تنبه ليها واكيد هيحلها في المباراه قدام. انت تخش فيه التلات جوان يعني برضو شيء صعب بالنسبه، ما هو طريق البطوله بيبقى دايما فريق البطل عدد الاهداف ليه دايما يكون قليل. هو كان فيه توفيق برضو غير طبيعي في الفرق بالنسبه الصراحه بالنسبه يعني هو فيه توفيق غير طبيعي برضو بالنسبه لفرقه المقاصه، وانت كان بالنسبه لك وصلت كتير وضيعت كتير، يعني انت في فرص كتيره جدا سهله ضاعت. وبالتالي هي الكوره كده، الكوره ما انت عارف ان ممكن جدا انت تبقى مستحوذ ورحت للجول وبتضيع مليون جول، وفرقه بتهجم هجمه واحده بس بتكسب بتجيب جول، فهي الكوره كده. فانما انت ماشي كويس، وبعدين في نفس الوقت ساعات انت الهزيمه او ساعات الخساره بتفوقك لحاجات ثانيه، بتخليك تصلح حاجات ثانيه. زي ما انت بتقول النهارده انت عندك مشكله في خط الظهر، مشكله خط الظهر انت بتشوفها ازاي عشان تحلها الفترة اللي جاية. إنما ده وارد في كرة القدم، وده شيء طبيعي إنك أنت بتستفيد من خلال الهزام، لأنه الكويس إنك أنت وأنت كويس كمان تشوف إذا كان عندك خطأ. جد دلوقتي كمان يا كابتن. أفندم؟ يعني جد دلوقتي كمان في بداية الموسم، يعني يعني ده يعني مش بداية موسم قوي، أنت النهارده في الأسبوع الـ 12 ولا 13. وبعدين أنت لسه ما زلت ان شاء الله تكسب. بس عندك ماتشين يا كابتن مؤجلين. عندك ثلاث ماتشات، والاسبوع ده كمان عندك ثلاث ماتشات. لو انت كسبت ماتش طنطا اللي هو الاسبوع 13 فانت بقيت طبعا طبعا. فانت بالنسبه لك الدنيا بدري، بس انت لو كنت ربنا كرمك الماتش ده كمان اولا كنت عملت ريكورد بالنسبه لك انت حوالي 46 ماتش، تسع ماتشات او يعني بالظبط تسع ماتشات تكسب حاجات متتاليه، ودي حاجه برده كويسه. الحقيقه في حاجات كتيره بالنسبه لك كويسه، مش معنى انك انت خسرت ماتش ان الدنيا. طب بتشوف يا كابتن ممكن اجهاد وضغط المباريات بشكل ما، لان احنا حتى يعني انت عندك لاعب مؤثر جدا اسمه حسام عاشور. حسام يمكن ماتش وحصل له اجهاد وقعد، وبعد كده نزل تاني حصل له اجهاد تاني وقعد، ده بيدل ان لا في اجهاد للعيبه. بس انا عايز اقول لك على حاجه، انا ضد موضوع انه في اجهاد للعيبه، وضد ان هو حسام عاشور طبعا لعيب كبير و اساسي وحاجه كبيره جدا، بس انت عندك مش ما عندكش، انت عندك بدائل، والبدائل قريبه مش بعيده. فانت بالتالي يعني اي حد اي فرقه تانية تقول الكلام ده، انما احنا كنادي اهلي لا، احنا عندنا بدائل موجوده وبدون ذكر اسامي يعني، انما انت عندك البدائل موجوده، انت عندك في منطقه نص الملعب في مجموعه لعيبه كتيره جدا، انت عندك اكتر من 10 12 لعيب، فدول يقدروا يعملوا هذا الكلام. تثبيت الفرقه والكلام ده مطلوب، بس انت مضطر غصبا عنك نتيجه الموسم الاستثنائي ده والموسم الاستثنائي بتاع السنه اللي فاتت نتيجه برضه ضغط الماتشات، انك انت بتعمل روتيشن. ودي طب رايك فيه في الروتيشن؟ هل كابتن حسام يعني هو دايما اللي بيساله عن الروتيشن بيقول لك انا بعمله في مصلحه الفريق اكيد بعدد ما يخلش بقوام الفريق او طبعا هو عنده حق، دي حاجه. الحاجه الثانيه الحقيقه انا ضد ان انا وانا قاعد كده اقول انه المفروض الكابتن حسام يلعب مين ولا ما يلعبش مين، ليه؟ لان المفروض انه اكتر واحد عارف هذا الكلام هو المدرب. ليه؟ لان انا اقول الكلام ده امتى؟ لو انا متابع، لو انا بحضر الملعب، لو انا بحضر التمرين، لو انا عارف ايه الفرقه، ولو انا قريت الفرقه الثانيه، لو انا عارف العب ازاي، وبالتالي انا اقول يعمل هذا الكلام. انما انا بتكلم من منطلق ان انا عندي عدد اللعيبه اللي موجودين في نص الملعب واللي انا تعاقدت معاهم خلال الفتره اللي فاتت في نص الملعب كان عدد كبير جدا. والعدد ده يعني انا عدد اللعيبه اللي موجودين في خط الظهر مش بعدد اللعيبه اللي موجودين في نص الملعب واللي تحت راسات الحرب. فبالتالي انا عندي اكتر من واحد موجود يقدر يكمل الفتره اللي موجوده ويقدر يعمل عمليه الروتيشن ويقدر يريح الناس. احنا جالنا وقت من الاوقات كان عبد الله السعيد مجهد جدا. حقيقي. وكان برضه كان بيلعب. صحيح. فبرضه انت عندك ناس كتيره جدا كان ممكن تحل مكانه. فهي دي الروتيشن ده متساب للراجل المدير الفني، وانا ما اقدرش اقول له او اقول انه انما انا ضد مبدا ان فرقه زي النادي الاهلي تعتمد بس لما حسام عاشور ما يبقاش موجود او مشكلة كمان فاروق. انت عندك اصابه كابتن، البديل بالنسبه لك كان هشام محمد مثلا، عمرو السولية لحد ما
بعيد شويه عن بدايه عمرو السوليه لما لعب في نص الملعب، فبالتالي بتروح جايب ما انت ما انت عندك ليه ما انت عندك 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 ما انت جايب فيه ولا اكرم توفيق في اكرم توفيق في تقريبا عنده حاجه برضه كابتن فادي مشكله هو اكرم توفيق لغايه النهارده ما لعبش ولا ماتش تقريبا يعني. فانت عندك في حاجات حاجات كتيره جدا موجوده، انما المفروض انه هو قد الكلام طيب خلينا كابتن بس اخد تليفون لان برضو واحد من لزام لحضرتك وجيل حضرتك واحد من نجوم مصر الكبار والحراس المميزين بقى اكيد حضرتك عرفته مين بقى الحراس المميزين لا الحراس المميزين مصر وفي كابتن اكرامي لا زامل حضرتك زاملنا انا كابتن مصطفى عبده مصطفى عبد الله كابتن عصام منهم طبعا كابتن عصام مساء الخير على حياتك كابتن اهلا مساء الخير تحياتي ليك يا كابتن تحيات كابتن شاوي طبعا بيشرفنا وبينورنا في استوديو طبعا معانا كابتن اهلا بيك واهلا بيك مساء الخير يا كابتن عصام اكيد 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 ازي حضرتك اكيد يا كابتن جيل محترم جيل اكيد كنت بتكلم مع كابتن شاوي ان الجيل ده لحد ما ظلم بما حدث في التوقيتات دي بالنسبه لمصر ويمكن حرب 67 ولكن ذكريات كبيره مع حضراتكم مع بعض اكيد يا كابتن مش حرب دي حروب حروب صحيح 67 73 وكله يعني صحيح بس كان مندوبنا في الحرب كابتن شوقي يعني حرب النيابه عننا كابتن شوقي لا وما زال بيعتز ودايما يعني واحنا في المحاضرات في التدريبيه لو احنا بناخد اللاينسز ولا حاجه كابتن دايما دايما بيفكرنا بهذه الامور خصوصا طبعا بالقوات المسلحه واكيد اللي اتعلمه اكيد بالالتزام بيحاول يديه لنا كابتن اكيد ودي حاجه مميزه جدا ارجو انه يكون وصل يعني اكيد يا كابتن لكن اكيد ذكريات ما يعني في الجيل ده اكيد يا كابتن في ذكريات بتتفق مع بعض او انتوا بتكونوا مع بعض كنجوم في التوقيت اللي خصوصا ان انتوا كان جيل كابتن صالح سليم كان موجود فيه مجموعه من النجوم الكبار يا كابتن ناصر وطبعا يعني هي دي اللي كوننا فيها صداقات العمر يعني اتكونت من خلال العصر ده لانه يعني النادي الاهلي كان بالنسبه لنا هو البيت طبعا اللي يعني بنسيبه بس عشان نروح ننام يعني انما طول الوقت احنا موجودين وموجودين مع بعض باستمرار وكانت يعني الهوايه هي الاساس طبعا ما كانش حته الاحتراف موجوده في الوقت ده صحيح حب النادي يا كابتن لا ما هو اصل الهوايه كان معناها ان انت علاقتك بالنادي علاقه ابديه بمعنى ان انت لازم النادي يديلك استغنى بقى ويستغنى عنك لو مش عايزك لكن مساله انتقالات فالواحد كان بيبدا وينتهي في نفس المكان اللي هو فيه فبيرتبط بيه يعني كانه يعني جزء من حياته يعني. حقيقي لكن احنا بنتكلم على النادي الاهلي في التوقيت ده ايضا الانديه الاخرى كابتن كنا اكيد مجموعه من اللاعبين المميزين اللي دايما بيبقى فيه منافسه قويه الاجيال دايما انتوا بتفتكروها يعني كان الكابتن بيتكلم الله يرحمه طبعا كابتن احمد رفعت لو حضرتك عايز تعزيه طبعا يعني وفي ظل وجود حضرتك وفرصه يعني برضو انت بتتكلم عن الناحيه الثانيه والفرق قويه جدا طبعا كابتن احمد رفعت يعني تزامنا طبعا في الانتخابات كل المراحل الحقيقه هو كان يعني علاقتنا كانت علاقه لعيبه الاهلي والزمالك الحقيقه كانت مختلفه وكنا يعني كنا بنلتقي انا كنت بروح نادي الزمالك ناس ممكن تيجي النادي الاهلي نستضيفها يعني فكانت العلاقه من خلال المنتخبات ومن خلال العلاقات الاجتماعيه كان ممكن يكون في صداقات يعني بين اللاعبين من الانديه خصوصا الانديه المتنافسه الاهلي والزمالك كل ده كان موجود يعني كان وقت مختلف طبعا هو وقيم مختلفة ونوعية مختلفة من العلاقات وأحمد كان الحقيقة يعني كان من اللعيبة الرجالة اللعيبة اللي هم يعني عندهم يعني عزيمة قوية وكان مدافع صلب يعني. طيب كابتن يعني قبل ما أختم حضرتك يعني لو حابب يعني توصل رسالة كابتن شوقي هو موجود كده ومنورنا في قناة الأهلي كده كابتن والله كابتن شوقي يعني كابتن شوقي ده يعني احنا اصدقاء من سن الطفوله يعني كان عندنا 12 سنه لما تقابلنا في النادي الاهلي لعبنا تحت 13 سنه يعني كان اول لقاء لينا مع الله يرحمه كابتن مصطفى حسين ابو الاشبال وكنا في هذا الفريق يعني
ونشأت بينا يعني صداقة يعني زي القرابة، يعني كانوا يفكرونا قرايب، يعني ان احنا كنا قريبين قوي من بعض. وكان زيزو لسه يعني صغير، وكنا يعني بناخده معانا واحنا رايحين النادي. فطبعا العلاقات اللي زي دي هي اللي بتدوم، لانها يعني بتبقى قائمه على يعني ما فيش مصالح، انما كلها علاقات ود وعلاقات اخوه. انما هو النادي الاهلي كان كده، يعني كانت الاجيال اللي فيه بيطلع الجيل كله يعني قرايب او اصدقاء، يعني كنا علاقتنا يعني النادي هو اللي ربطنا ببعض، وهو اللي خلانا نعرف بعض وخلانا نستمر ايضا في هذه العلاقه. وكان يعني الجانب التربوي كان مهم جدا في مراحل الناشئين. وانا اذكر انه يمكن كابتن مصطفى حسين ده كان مره قال يعني اللي هيسقط في المدرسه ما يجيش. يعني اللي هيسقط في المدرسه ما يجيش، احنا لازم تنجح في دراستك وفي مستقبلك، وتنجح ايضا في ممارسه كره القدم، انما دي ما تطلعوش على دي. ده ما كانش سائد في العصر ده، كانت يعني اللعيبه كلها ما بتكملش تعليمها يعني. فلذلك تلاقي هذه الاجيال من النادي الاهلي كلهم في يعني على قدر من الثقافه والعلم، وبالتالي بيتبقوا مناصب مهمه. يعني كان النادي الاهلي مدرسه تربويه مش بس لكره القدم، يعني النادي الاهلي بتخرج منه بشخصيه مختلفه عن اللي انت دخلتها فيه. فانا اعتقد انه يعني النادي الاهلي برضه ما زال الى حد كبير متمسك بهذه القيم لغايه دلوقتي. طبعا استمرار يا كابتن. بشكرك كابتن عصام. طبعا كابتن عصام عندنا نجم النادي الاهلي الاسبق، وايضا رئيس اتحاد الكره الاسبق. كابتن شاوي، خلينا استكمالا لكلامنا عن فريق النادي الاهلي، جزء الهجوم يا كابتن، يعني احنا بنشوف النهارده القوه للنادي الاهلي هو الجزء الامامي والجزء زي ما بنقول الهجوم، ولكن الفرص بتبقى موجوده لبعض اللاعبين زي وليد ازارو، واستمرارا كابتن حسام واصف في قدراته، ايضا في لعيبه مميزه زي احمد ياسر ريان لاعب من قطاع الناشئين، واحنا بنتكلم دايما على التفريغ بالنسبه لقطاع الناشئين. ايضا موجود كريم نيدفيد، واحد من برضه قطاع الناشئين. يعني كل الفرق او اللي انا بتكلم على الجزء الهجومي مجموعه هتاخد فرصه، واعتقد ان كابتن حسام هياخد فرصه. رايح هتاخد في جزئيه وليد ازارو وفرصته اللي بياخدها مع النادي الاهلي في التوقيت الحالي، والثقه اللي موجوده من كابتن حسام البدري ليه؟ هو طبعا زي ما انا قلت لك، انا يعني انا ضد موضوع ان انا اقترح على المدرب او اتكلم على مدرب يقول يلعب فلان او ما يلعبش فلان. طالما ان انا ما بحضرش التمرين ومش موجود في التمرين ومش متابع اللعيبه دي، ما اقدرش اقول هذا الكلام، ولا حتى انا بزعل حتى من المدربين اللي بتقترح هذا الكلام على المدربين. انا وبقعد في التكييف كده ويقول لك المفروض المدرب يغير ده ويحط ده ويجيب ده، وهو اصلا بيبقى لاعب ماتش بيبقى لاعب ماتش وخسران وجاي بيقعد بيحلل من الفرقه الثانيه. يعني انا ضد الموضوع ده الحقيقه يعني. انما اكيد حسام شايف، وهو الولد عنده امكانيات كويسه وصغير لسه، وعايز يديله الثقه، لانه ممكن الثقه دي مع الوقت هيبقى بالنسبه له، لانه عنده سرعات كتيره جدا. انت عندك مشكله في في في, في النادي الاهلي، يمكن في النادي الاهلي اكتر نادي في مصر، ايه هي؟ انك انت كل الفرق اللي بتلعبك بتضيق عليك المسافات. يعني انت لازم يبقى عندك الحلول اكتر من حلول، يعني حلول من الجنب، حلول من العمق، حلول بالتسديد، حلول بالتركات اللي ممكن تحصل في الضربات الثابته، كل دي حلول ممكن انت تعملها. عشان كده انما كونك انك انت بتوصل وبتضيع، ده معناه انك انت هتهدف صحيح، هتجيب اجوال، يعني مش هتجيب. الخطوره في انك انت ما توصلش او ما تكملش، هي دي النقطه بس. انما هو ثقته في اللعيبه، وهو شايف كل مدرب بيبقى في دماغه سيناريو معين، بيبقى لو تنفذ اللي في دماغه هتلاقي الامور بالنسبه له، يعني هو كده يبقى وفق يعني. اللعيب برده كمان كده. قفلت سؤالي على عماد متعب يا كابتن وفرصته في المشاركه مثلا. لا بص، عماد متعب طبعا قيمه كبيره جدا، ولعيب هداف كبير، وطبعا انا كنت اتمنى طبعا ان هو كابتن حسام يستفيد منه في الماتشات، وفي ماتشات بتبقى محتاجه الخبرات دي، محتاجه حتى تلت ساعه نص ساعه
والكلام ده كان لازم يبقى فاهمه عماد من اول الموسم، طالما ان هو ما يقدرش يكمل موسم، او لو كانت وجهه النظر انه ما يقدرش يكمل المانديا. انما عماد طبعا من على فكره انا كنت دايما بدي بعماد متعب ده انه من احسن اللعيبه اللي موجوده في مصر، من احسن الفراوده اللي جت مصر، بالرغم من ان عماد متعب ما هوش مثلا طويل قوي ولا جامد قوي كقوه، ولا انما عنده مميزات كتير جدا، انما عنده حاجه تانية بيتحرك كويس قوي من غير كوره. عماد متعب عارف يعني من اللعيبه اللي تعرف تجيب جول. صحيح التحركات بتاعته وجود في المكان المناسب واستغلاله للمناسب. فهو عماد متعب من احسن المهاجمين اللي جت. طبعا انا يعني كنت اتمنى طبعا ان ده، انا كنت بتمنى كمان ان عماد متعب يعني ربنا يكرمه كانوا يبقى في منتخب مصر عشان يشترك في كاس عالم، يعني يخلص يعني حياته انه يبقى موجود في كاس العالم. طبعا هي دي برضو بترجع للمدرب، ترجع لظروف الماتش. ما بترجعش لسن يا كابتن يعني. لا الموضوع مش موضوع سن قد ما هو موضوع خبرات وموضوع لياقه بدنيه انت بتحافظ عليها او بتوصل بيها، زي مثلا الحضري. ما هو الحضري النهارده سنه قد ايه وبيلعب؟ صحيح ما بيأديش بنفس اللي كان بيأديه هو مثلا من 10 سنين ولا من 8 سنين. جاب جول في الدوري السعودي على فكره. ما عارف جاب جول. فانما هي ايه، الخبرات بقى بتعوض شويه الجزئيه بتاعت. لكن في مراكز يا كابتن، عن مراكز بتفرق في الجزء البدني اكيد، يعني حراسه المرمى غير الراس حربه اكيد متطلبات. لا من حيث الجري طبعا، واللياقه البدنيه والتحرك والترن بتاعه اكيد اكيد يعني أكيد. دي حاجات اعتقد اكيد. ما انا بقول لحضرتك يعني لياقته البدنيه بتاعت الحضري دلوقتي مثلا ما يقدرش يعمل، انما الخبرات بتاعته بتخلي يعني مثلا على سبيل المثال هو كان ممكن جدا يطير يطلع كوره، النهارده هو ممكن ياخد خطوه، الخبره تخليه ياخد خطوه. أيوة خلاص. فمش هيطير يعني، ده كمثال يعني. فهي الخبرات دلوقتي بتدي حاجات كتيره جدا بالنسبه للاعيب يستفيد منها عنصر الخبره، بيعوض شويه عن الـ يعني دي اهداف من اهداف عماد متعب كابتن، والشكل اللي كان فيه عماد دايما باستمرار والتصرف، حسن التصرف دخل ال 18 دي حاجه محترمه. طبعا لا عماد من الفراوده الممتازين الحقيقه، يعني من الناس المميزين جدا. مثلا شوف الكوره دي اتعملت ازاي، ده ماتش الزمالك ده يا كابتن. انا عارف هو يعني هو حاسس بالمكان، يعني هو عارف المكان، عارف هو فين، وعارف بيلعبها بلايند، يعني بيلعبها وهو مغمض يعني الكوره، ولف وراح عملها وهو مغمض. عشان كده انا بقول لك انه عماد الحقيقه من المهاجمين الكبار جدا، و يا ريت كان يعني انا طبعا بتمنى ان هو الحقيقه يعني يخلص الموسم وهو في احسن حالاته وبيلعب يفكر وياما وداخل جدران النادي الاهلي. طبعا 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 حقيقي. طيب انا عايز اعرف حاجه مهمه، وانت جبت سيره منتخبنا الوطني وكاس العالم، كنت اتمنى بعض اللاعبين يبقوا متواجدين وينهوا حياتهم في هذه البطوله. يعني كاس العالم كابتن ومنتخبنا الوطني، رايك ان شاء الله التعامل بقى مع هذه البطوله اكيد وضعها في التعامل غير وضع التصفيات تماما يا كابتن شوقي. كويس رايك في لا التعامل. هو طبعا هو بص انا عايز اقول لك الحاجه، هو الراجل مستر كوبر الحقيقه برضو عامل حاجه كويس. طبعا كون انه انك توصل بعد 28 سنه او 27 سنه توصل كاس العالم المره دي، عندك مجموعه لعيبه كويسه، عندك مجموعه محترفين، ناس بقى عندها خبرات، عندك الضغوط اللي عليهم من الاعلام او من الناس كبيره، بس هم خلاص يعني عدد الماتشات اللي اتلعبت وخبراتهم بقت كبيره. هو عنده حاجه مهمه جدا، هو الراجل مثبت المجموعه اللي خدها، لان المجموعه اللي خدها هو دلوقتي مش عايز يجرب حد تاني. انما الدوري الفتره اللي فاتت هو رافض خلاص بقى يا كابتن. لا هو مش رافض، لا يعني الى حد ما عايز يعني يركز مع المجموعه. ما هو خد بالك، هو جرب مجموعه لعيبه كتيره جدا في الفتره الاولانيه لغايه لما استقر على هيكل ثابت. انما دلوقتي يقدر يضم واحد او اثنين ممكن، يعني مش ممكن، لان عنده ممكن يضم واحد او اثنين بس، مش هيغير كتير في التشكيله الكبيره اللي موجوده اللي اختارها، ودي برضو حاجه كويسه يعني. هو الراجل انما الجزئيه الخاصه بقى باللعب واسلوب اللعب والنواحي الجماليه والكلام ده كله، الناس بتختار هل يعني النتيجه. كابتن شوقي مثلا بيفكر في نتيجه ولا اداء، يعني هو ده برضو حاجه الراجل محطوط في اختبار فيها او دائما مضغوط في هذه الجزئيه
نتيجه واداء، عايزين يعني الناس عايزه نتيجه واداء. ده أكيد الامور اكيد ما هو لا انت ممكن تعمل كده. هو المفروض الطبيعي في كره القدم انك انت تؤدي بصوره طيبه وتؤدي بصوره جماليه وتكسب. يعني هو ده اللي المفروض يحصل، يعني عشان الناس الماتش الكوره ده شو الناس بتروح عشان تنبسط فيه وتتفرج، وكانك رايح اوبرا رايح تسمع موسيقى. فدي هي دي ده المفروض. انما انا شايف ان الراجل ماشي كويس، وفي نفس الوقت هو اختار مجموعه لعيبه مركز عليها الفتره اللي فاتت اللي مرن الفرقه. ليه؟ لانه المره دي انت لعيبتك محتاجه دايما معسكرات الطويله عشان تعلم وعشان تكرر وعشان تاخد الكلام ده مش متاح بالنسبه له. كان زمان متاح انك انت بتبقى اللعيبه اللي موجوده عندك كلها تحت ايديك في دوري. يعني سنه 90 الكابتن جوهري لغى الدوري وخد اللعيبه بره يجي 6 اشهر ولا 4 5 اشهر بيتمرنوا وبيلعبوا باتشات بره وكلام من. فالمعسكر ده كان مهم جدا بالنسبه لك. المعسكرات دي كانت مهمه جدا بالنسبه لك. النهارده انت عندك اكتر من 8 9 لعيبه 10 لعيبه محترفين بيجوا لك، كل ما تقدرش النهارده انت تعمل معسكرات الطويله اللي كانت موجوده دي. فانا شايف ان هو الراجل ماشي كويس ووصلنا لكاس العالم. انا اعتقد كمان انه وصلنا لكاس العالم الفتره اللي جايه دي، اعتقد ان ادائنا هيبقى احسن كتير من ادائنا في التصفيات. لانك انت عندك مجموعه لعيبه كويسه. هو طبعا لازم يغير بقى من بعض الاساليب، لانه هيبقى دارس الفرق اللي هيلعبها ايه شكلها. وفي نفس الوقت انا اعتقد ان هو الراجل الاعداد طبعا هم ما يعتبرش اعداد، انت المده قصيره قوي. الاعداد انت عارف وقت طويل تقدر تشتغل فيه مع اللاعبين، ولكن هي مباريات وديه في وقت بيكون فيه توقف. يعني احنا ان شاء الله في مارس هيكون عندك مباراتين مفروض، سواء بقى اقتربت البرتغال من اللعب مع منتخبنا الوطني في سويسرا او في شهر 5 بعد انتهاء الدوري ايضا عندك مفروض مباراتين ايضا يا كابتن. هل ده كافي لمنتخبنا الوطني عشان يربي كاس العالم؟ هو عشان كده انا بقول لك الراجل استقر على التشكيله الرئيسيه. الهيكل الرئيسي بتاعه بقى معروف. يعني احنا النهارده لما بنقعد نتكلم على منتخب مصر، انت ممكن النهارده تتكلم على الاقل خالص في 8 لعيبه ثابتين. يمكن هتغير واحد ولا اثنين نتيجه اصابه، نتيجه انك انت عايز تغير بعد النواحي التكتيكيه بتاعتك والكلام ده كله. انما غير كده طب الواحد ولا اثنين دول يا كابتن تفتكر مين؟ انت حضرتك متابع للدوري الممتاز حاليا؟ طب يعني واحد زي حسين شحات واحد من هدافين الدوري الممتاز حتى الان 8 اهداف، يعني برضو ده لافت. ما انت مش هتجيب غير واحد فلته، واحد ظاهر بشكل قوي يعني حتى الان ما انضمش. ما انت النهارده انت عندك ايه؟ انت الاول خالص تشوف ايه المشاكل اللي عندك. يعني انت ايه الحتت اللي عندك انت اللي فيها مثلا ما عندكش غير واحد بس ونمره 2 بتاعه بعيد شويه. كويس؟ او ما عندكش او محتاج واحد نمره 1 هنا، لانك انت اللعيب نمره 1 اللي عندك متعور. طبعا في لعيبه كتيره ظهرت في الدوري الفتره دي وكويسين فعلا. دول اللي بقولك عليهم. يعني هو يوم ما هيضم النهارده للمنتخب هيضم مثلا 3-4 لعيب. يعني حسين الشحات ممكن ينضم برضو لهداف الدوري عمرو السعيد بتاع الانتاج الحربي اسمه بتاع الاسماعيلي محمد عواد الحارس. لا ومحمد عواد كحارس. لا في لعيب كمان افندم متولي. لا غير متولي. ابراهيم حسن. ابراهيم حسن كمان برضو عامل ماتشات كويسه جدا. فانت عندك 4-5 لعيبه ممكن انهم فعلا ينضافوا يتشافوا ويتجربوا في الفتره دي. انما مش هتقدر تغير من القوام الرئيسي بتاع المنتخب. صعب. ليه؟ لان هو كمان خلاص اللعيبه دي هو عرف وجربها وشافها. شافها في الضغوط وشافها في الماتشات الصعبه وشافها في الماتشات السهله، لانه مر برضو بظروف كانت صعبه جدا في المجموعه. احنا اتحطينا في مجموعه ما هيش ضعيفه، وكانت الماتشات برضو ما هيش ماشيه بالشكل الكبير. طيب خلينا يا كابتن بقى واحنا بنتكلم عن المنتخب نتكلم عن نجمنا بقى محمد صلاح. كويس. واكيد خبرات زي حضرتك وبيشوف لاعب بالشكل ده في التوقيت ده اكيد ليه وجهه نظر في تكوين هذه الشخصيه وانه يوصل للمرحله دي يا كابتن شوقي. شوف محمد صلاح نموذج للعيب الجيد، نموذج من كل ناحيه الحقيقه، من كلاعب كوره، وقدر ان هو يحافظ على نفسه كويس. وبعدين من النواحي الانسانيه انسان محترم جدا. انا طبعا يعني متابع المنتخب ومتابع اللعيبه في المنتخب ومتابع تصرفاتهم حتى كمان. فمحمد صلاح هي نموذج احتذى به. وبعدين راجل ملتزم ومتدين، وفي نفس الوقت محافظ على نفسه كويس قوي،
متواضع جدا. يعني في مميزات كتيره الحقيقه جدا. تطور الاداء يا كابتن بتشوفه ازاي؟ تطور الاداء من يعني من بدايته من المقاولين حتى وجوده في بازل وانتقاله للانديه كتير، يعني اكيد تطور اداء ملحوظ يا كابتن. اكيد. ما هو ده معناه ايه؟ معناه انه ما استعجلش في انه يلعب في دوري بالقوه دي. خد الموضوع تدريجي، خد الموضوع تدريجي. الموضوع التدريجي بالنسبه له ده ساعده كتير قوي في انه يعني لما لعب في الدوري السويسري غير لما لعب في الدوري الانجليزي. ساعده كابتن، ساعده كتير جدا. طبعا. وبعدين هو في ميزه انه زي ما بقول لك انا، يعني هو ملتزم وبالتالي عايز يتعلم، وبالتالي بيستفيد من 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 كل المدربين اللي اشتغل معاهم، والمدربين كمان استفادت من الامكانيات بتاعته. الحاجه الاهم ان المدربين كمان نتيجه انها مدربين على مستوى عالي جدا عرفوا ازاي يستفيدوا من الامكانيات اللي موجوده عند صلاح. دي من الحاجات المهمه جدا انه ازاي يوظفه، وبالتالي قدر ان هو لما وظفه كويس قدر ان ياخد منه انتاج عالي جدا وزاد. كل ده مع الوقت ادى صلاح الافضليه اللي هو موجود فيها دلوقتي. حقيقي. وطبعا انا بارك له برضو على على انه ياخد احسن لاعب في افريقيا في استستاذ دي. يعني هو النهارده بيكمل الثلاثي ان شاء الله، يكمل بقى في 4 نهائي يا كابتن ان شاء الله. طبعا ان شاء الله هو يكمل طبعا النهائي اللي قبل كده، خد بركات وخد ابو تريكه، هو الثالث برضو، والحمد لله ان الثلاثه واخدينهم هم في النادي الاهلي او من النادي الاهلي. فدي حاجه طبعا ما عدا بقى الاتحاد الافريقي يكون ثاني لاعب بعد كابتن محمود الخطيب. ان شاء الله يبقى ثاني لاعب بعد كابتن محمود الخطيب برضه ياخد افريقيا. ودي برضه من الحاجات الحقيقه الكويسه جدا. انا من هنا ببارك لمحمد صلاح وبقول له ربنا يوفقك. وبعدين كمان الحاجه الكويسه قوي ان كل الناس بتدعي له. صحيح. لانه محبوب جدا مصبوع. فالناس كلها بتدعي له من الخير اللي بيعمله. صحيح. من التصرفات الانسانيه اللي بيعملها، التواضع اللي موجود فيه، هو هادي في كلامه، حتى سلوكياته كلها محترمه. مصبوع. مفيش اي سلوكيات احنا شايفينها فيها نوع من الشذوذ او ان هو يعني يبقى اكستريم يعني. صحيح. فالحقيقه ده كل دي حاجات. طيب. حاجات كويسه جدا. يعني قبل ما انهي حتى كابتن يهمني بس في يعني دقيقه كده، لو انت حابب تدي رساله لاي حد حابب تقدمها له، سواء بقى للجمهور، لمنتخبنا، لاعب معين، يعني تحت امرك اتفضل كده. انا 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 طبعا من هنا ب ب بتمنى التوفيق لمجلس الاداره الجديد. انه يخلينا في زي ما احنا موجودين في المقدمه وفي الرياده باستمرار. والحقيقه البدايات بتاعتهم بدايات كلها مبشره بالخير يعني. بتمنى لهم التوفيق. وطبعا منتخبنا المصري في كاس العالم ان احنا نأدي بصوره طيبه، وان شاء الله ان شاء الله المره دي احنا نوصل للدور الثاني باذن الله. يا رب نكسر الحاجز. لا ان شاء الله ان شاء الله هنوصل للدور الثاني باذن الله. وبتمنى طبعا برضو بتمنى التوفيق لمجلس اداره اتحاد كوره الحقيقه، لانه برضه يعتبر ده انجاز، لانهم ركزوا جدا مع الفريق الاول. صحيح. وبالتالي هم وصلوا كاس العالم بالظروف اللي موجوده، لان احنا كان عندنا ساعات في اوقات لعيبه كويسه قوي برضه بس ما قدرناش نوصل. صحيح. نتيجه عدم الـ النواحي او الالتزام بالنواحي الاداريه والالتزام. صحيح. فبتمنى التوفيق، وفي نفس الوقت كمان بتمنى بقى ان الجماهير ترجع والامور تمشي ان شاء الله بالنسبه لكم. ان شاء الله كابتن، نورت شرفت كابتن شوقي. ربنا يخليك. سعيد يعني ان حضرتك. شكرا جزيلا. النهارده قامه وقيمه كبيره جدا. ربنا يحفظك ويخليك. في النادي الاهلي وفي كل حته بتبقى متواجد فيها. ربنا يخليك. شكرا جزيلا. وانا ميرسي جدا على الوقت، ونرجو ان احنا ما نكوناش لا ده احنا نتمنى انها تتكرر. ربنا يخليك حبيبي. ربنا يخليك. شكرا كابتن شوقي. يعني اكيد استمتعنا مع كابتن شوقي عبد الشافي، طبعا واحد من نجوم النادي الاهلي وقيمه دائما، سواء بقى كلاعب او تدريب او حتى معلم في جزئيه التدريب لاجيال جايه ان شاء الله في الفتره اللي جايه من مدربين هيكونوا ان شاء الله في افضل حال. خليني اروح لفاصل واستقبل واحد من نجوم ايضا النادي الاهلي الكبار، كابتن ابراهيم عبد الصمد، نجم من نجوم النادي الاهلي السابقين وايضا نجم من نجوم منتخبنا الوطني.